معانا 5 جنيه، بكرة هنزل من الصبح بدري اروح على فرن العيش اجيب عيش واجيب فلافل يقضينا بكرة طول اليوم، وربك ما بينساش حد. اهلا يا اختي، تعالي اتفضلي. حقك عليا، انا اسفة يا اختي جايلك في وقت متأخر. يا حبيبتي تيجي في اي وقت اموري. الاقيش يا اختي معاكي 5 جنيه، العيال طول النهار ما كهلوش لقمة، ما معادش معايا في البيت ولا جنيه. والنبي يا اختي. يا اختي موجود. حرام عليكي يا ماما. يا ماما احنا بندبرها يمين وشمال، وانتي تروحي توزعي اخر 5 جنيه معانا. احنا اكلنا النهارده وشبعنا، هما ما اكلوش خالص. بكره ربنا هيرزقنا. انت عالم بالحال يا رب، انت اللي شايفنا وعارف ظروفنا كويس. خير يا اختي، في ايه؟ جايه في الوقت ده ليه؟ فيكي حاجه؟ حقك عليا، نادرتي ليكي في ذمتي حق نادر، وانا اللي نسيته. بنتي كان عليها نادر لما ربنا يكرمها كده وتحمل تدي لكل أرملة 50 جنيه، وانا وزعت على الحتة كلها ونسيتك. حقك عليا يا اختي. الف اتفضلي يا اختي. ربنا يقوم بهالك بالسلامة يا رب وتفرحي بيها. متشكرين يا اختي متشكرين. مش قلتلك ان ربنا مش بينسى حد ابدا؟ المفروض دلوقتي تقفي تتأسفي له وتشكريه. سيبنا 5 جنيه، ادانا 50 جنيه. مش قلك الحسنة بعشر امثالها؟ شكرا يا رب، انت العالم بحالنا. شكرا. عندك حق فعلا يا ماما، انا اسفه. شكرا يا رب.